بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأعرب جلالته فيها عن أطيب تهنيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو.